ولا من أجل هذا أو ذاك، يثبت. وإن تزلزلت الجبال، وإن عصفت العواصف، فيثبت على الحق. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: متى تقبل توبة المبتدع ومتى لا تقبل؟ المترجح عندنا أنها تقبل كسائر الذنوب، وكما قدمت من الأجلين. نعم، فكل ذنب الشرك فما دونه تقبل منه التوبة. فمن كان مسلما ينتسب للإسلام لكن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله من الأولياء والصالحين، إذا تاب من هذا قبلت توبته. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني في هذا اللقاء يقول السائل: لعل الأخ يسأل بناء على ما ورد في حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. نعم نعم، إشارة، لا شك إنه إشارة، لكن هذا من أحاديث الوعيد. هو الصحيح فيه شيخنا الله يحفظكم هذا الحديث أنه حديث منكر لا يصح. نعم. نعم. الحمد لله، أظن صححه الألباني أو غيره. نعم، دراسة مستفيضة ووصلت إلى نكارته. إذا إن شاء الله تأتي به بعد ستعقب به. هذه الخلاصة شيخ يكفي. إذا هو حديث منكر. نعم. ولا في الحقيقة عملت على تصحيح الإمام الألباني رحمه الله. لا بأس. لكن كما هو معروف من قواعد أهل العلم والإيمان، من علم حجة على من لم يعلم. الله يجزاكم خير. شكر الله. ثابكم الله شيخ.